هذا سائل يقول: إني يحبكم في الله، ما حكم الجهاد في الشيشان؟ وهل تنصحون الشباب بالذهاب إلى هناك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نوجهكم بالدعاء لهم وإعانتهم بالمال، الدعاء لهم وإعانتهم بالمال. أما الذهاب إلى هناك هذا يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى معرفة ما يترتب عليه من المضار. ما ننصح بالذهاب إليهم للشباب، لكن ننصح بالدعاء لهم ومساعدتهم بالمال. نعم، أحسن. الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن. نعم.